لو ركزت في الكلام اللي جاي ده ولمس قلبك هتبكي والله. بعد غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم وزع كل الغنائم على قريش، كان بيتألف قلوبهم يعني علشان ايه يثبتوا على الإسلام، لدرجة ان هو كان ممكن يدي لواحد بس منهم 100 ناقة. انت متخيل العطاء عامل ازاي؟ عطاء نبي بقى. في بعض الأحداث من الأنصار لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم بالشكل ده عطل قريش وما عطلهمش، قالوا ايه؟ قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قومه ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، ده احنا اللي أعناه واحنا اللي أويناه، ده هم طردوه. سيدنا سعد بن عبادة لما سمع الكلام ده هو سيد قومه راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب اجمعهم لي في المكان الفلاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح لهم وقال لهم خطبة، والله والله تقطع القلب. وتعلم بقى من النبي صلى الله عليه وسلم ازاي هو بيحفظ معروفهم، وازاي هو قدر يحتوي الموقف ويفهمهم هو ليه عمل كده، وازاي هم كانوا افضل من قريش في العطاء بس هم كانوا فاهمين غلط. وتفرج بقى على المشاعر اللي هتطلع في الخطبة دي. فقال يا معشر الأنصار، أما لو شئتم لقلتم، فصدقتم وصدقتم، جئتنا مكذبا فصدقناك، وطريضا فآويناك، ومخذولا فنصرناك، وعائلا فأغنيناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت وها أقواما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ يا معشر الأنصار، أفلا ترضون أن يرجع الناس الشاة والبعير ترجعون أنتم برسول الله في رحالكم؟ والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. الخطبة دي من النبي صلى الله عليه وسلم طيبت خواطرهم وغسلت صدورهم حد ما كلهم بكوا وبلوا لحيتهم بالدموع، قالوا رضينا برسول الله قسما وحظا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يا ليتني كنت.